السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم استاني من قناة علمني. النهاردة عندنا مواضيع مهمة جدا، هنحل نموذج استرشادي اللي اصدرته وزارة التربية والتعليم بإجابات نموذجية الصف الثالث الإعدادي. معانا نماذج تانية كتير، معانا نصايح مهمة جدا ليكم قبل الامتحان. أهم حاجة تكملوا الفيديو للآخر، ولو انت اول مره تشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الورقه زي ما كلنا عرفنا انها مجمعه لكل المواد، عباره عن 35 سؤال في المواد الدراسيه كلها، كلها تبقى اختيارات. اولا اللغه العربيه من موضوع سميره موسى. ظهر نبوغها في المدرسه الاوليه بالقريه، وبدا حبها الشديد للعلم والمعرفه ورغبتها في الكشف عن الغوامض. معنى نبوغها تفوقها، طموحها، إصرارها، ضعفها. طبعا تفوقها. جمع العلم العلماء، المعالم، العلوم، الأعلام. العلوم. إعراب نبوغ فاعل مبتدأ مفعول به مضاف إليه فاعل. إعراب الشديد بدل نعت اسم معطوف فاعل نعت. وثقت شجرة الدر العلاقة بين زوجها وبين أصحابها، قومها، جيرانها، حلفائها، قومها. من نص عباد الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. معنى هونا، هون سكينة ووقار، ضعف وانكسار، خوف وذل. سكينة ووقار. مضاد الجاهلون المتعلمون، الحكماء، الأقوياء، الباحثون. طبعا الحكماء. طيب إعراب يمشون نقط فعل مضارع مرفوع ب الواو، الضمة، ثبوت النون. ليس مما سبق، ثبوت النون. توضح الآيات السابقة، الإسراع في التوبة، الإخلاص في العبادة، الحفاظ على الحقوق، الاعتدال في الإنفاق، الإخلاص في العبادة. طيب بين سجدا وقياما، ترادف، تماثل، تضاد. ليس مما سبق، تضاد. خلاص كده. طيب اللغة الإنجليزية، What are the special foods not at the festival? Eating, eat, eat, eating, eating. This not Hassan's car. He doesn't have one. Must be, can't be, might be, won't be. Can't be. The photo shows Alexandria in 1990. Not my parents lived where. When, where, who, which. When. Salt is often used to fish. Back, preserve, decorate, celebrate, preserve. There are many knots that go around the sun. Stars, vehicles, plants, planets. Huh? Planets. I could hear him because he has a very loud voice, sound, grave ability. Voice. تمام يا حبايبي. طيب شوف بعد كده. ثالثا الدراسات الاجتماعية، يتشابه مناخ الإقليم الاستوائي مع مناخ إقليم غرب أوروبا في ممطر طول العام، ارتفاع درجة الحرارة صيفا، انخفاض درجة الحرارة شتاء، سقوط الثلوج. ممطر طول العام. من الدول ذات الرعاية الطبية الفائقة دولة روسيا، نيبال، الإمارات، مصر. روسيا. في ظل الحكم العثماني تضمنت الطبقة الوسطى في مصر الأتراك، المماليك، المشايخ والعلماء الحرفيين. المشايخ والعلماء. أقر دستور 1923 مبادئ حقوق الإنسان في المساواة، الاستقلال، إنهاء الاحتلال البريطاني لمصر، إنهاء الأحكام العرفية. المساواة. أنشأ محمد علي أول ترسانة للأسطول البحري في بولاق، الإسكندرية، دمياط، أسوان، بولاق. طيب رابعا الرياضيات، إذا كان الزوج المركب 4
وألف ينتمي بيان الدالة دال، حيث دال سين بتساوي سين زائد واحد، فإن ألف بيساوي 3 4 5 6 5. إذا كانت سين زائد 3 و6 تقع على محور الصادات، فإن سين بتساوي 0 3 سالب 3 6 سالب 3. إذا كانت صاد تتناسب طرديا مع سين، وكانت صاد بتساوي 6 عندما سين بتساوي 3، فإن قيمة صاد عندما سين بتساوي 5 هو 5 8 9 10 10. الوسط الحسابي للقيم 1 2 3 و4 و5 بيساوي 5 4 3 ولا 2 3. في الشكل المقابل ميل المستقيم لام بيساوي، طبعا عندي الشكل المقابل دوت الميل اللي عايز مني ميل المستقيم لام طبعا بيساوي 2 على 3. طيب إذا كانت ظا 3 س بتساوي جذر 3، حيث س زاوية حادة، فإن قياس زاوية س 10 15 20 30 20. إذا كانت أ المجموعة 5 و7 وب 1 وسالب 1، فإن منتصف أ ب هي النقطة 3 و3 2 و3 2 و4 6 و6 3 و3. تمام كده. طيب نشوف اللي بعده. خامسا العلوم. 1 العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة جسمهما: السرعة والزمن، المسافة والزمن، المساحة والزمن، الإزاحة والسرعة. المسافة والزمن. من أمثلة الكميات الفيزيائية المتجهة: الكتلة، الزمن، الطول، الإزاحة. إزاحة. من أمثلة الكائنات الحية التي تتكاثر بالتبرعم: فطر عش الغراب، فطر الخميرة، نجم البحر، الأميبا. فطر الخميرة. مرآة كروية نصف قطرها 20 سنتي يكون بعدها البؤري 40 سنتي 20 سنتي 10 سنتي 5 سنتي 10 سنتي. الشعاع الضوئي مارا بالمركز البصري للعدسة المحدبة فإنه ينفذ مارا بالبؤرة موازيا للمحور الأصلي دون أن يعاني انكسارا منعكسا على نفسه دون أن يعاني انكسار. تقع المجموعة الشمسية في منتصف المجرة، حافة المجرة الدائرية، السديم، أحد أذرع المجرة اللولبية. أحد أذرع المجرة اللولبية. وده كان حل النموذج اللي معانا. وزي ما قلنا احنا عندنا نماذج استرشادية تانية كتير هتلاقوها في صندوق الوصف، ولو انتوا عايزين حل النموذج ده اللي احنا حليناه مع بعض اكتبوا لنا في التعليقات. ويا رب. وطبعا في نصائح احنا اكدنا عليها او قلنا هنقولها هي قبل الامتحانات. يا ريت يا جماعه، يا ريت يا حبايبي في الفتره دي نركز ننام قدر كافي 6 8 ساعات في اليوم. بلاش الاكل السريع والوجبات السريعه الفاست فود، وناكل اكل صحي. نبعد عن اي مصدر للتوتر والقلق في الفتره دي او اي حاجه محبطه لينا. يبقى عندنا ثقه في ربنا وثقه في نفسنا. دي كده مختصر للنصايح دي. عندنا نصايح كتير جدا هتلاقوها، هنسيب لكم لينكات الفيديوهات بتاعتها في صندوق الوصف. ويا رب بالنجاح والتوفيق. ولو الفيديو عجبكم يا ريت ان انتوا تعملوا لايك وتشاركوه مع اصدقائكم عشان كله يستفيد. وبالنجاح ان شاء الله.